ريح جوجل ما ريح لما تربي ديجي يا سيدي. بون السلام عليكم، كما راكم تشوفوا معنا اليوم جبنا لكم الفنان الفكاهي محمد تركي المعروف بحماني اللي جانا من ولايه تلمسان بلديه ولاد رياح. حماني مرحبا بك في حصه فنان نيميرو 1. مرحبا بك. الله يحفظك بارك الله فيكم، شكرك على هذه الاستضافه. حماني جبنا لك لهذه الحصه فنان نيميرو 1، ان شاء الله بربي تكون نيميرو 1 في الجزائر او خارج الوطن، ان شاء الله نتمنى لك التوفيق في اعمالك الفنيه. حماني جبناك قبل فصفصل الجمهور خارج شخصية حماني، خارج التمثيل حماني العادي، حماني الرفيه، حماني اللي شفناك تضحك، حماني الذي شهر مؤخرا في الفيلم. حكي لي كيفاش انطلقت. هذه صعيبة، كان واحد السر في قلبي مخليها لربي وسلام. بصح عاود نحكي لك كيفاش عجبني الحق. انا بكري متمنيه، كنت فرج ممثل وتفرج هكا، كان يعجبني أثمان عريوات حيوه بالمناسبة، كان يعجبوني سبيكتور طاهر، بو بقرة، حسن الأخر طيرو، كان يعجبوني هذو. من بعد ونحيي بالمناسبة سمحوا لنا كما بلا حدود. واه الله يبارك. واش حماري دروك اللي باغي تحكي لي كيفاش كونت فرقة في ولاد رياح؟ تروح يد واحدة ما تقدر تصفق نيشا ياك. بقيت نحوس كما نقولوا نشوف الممثل هذا كي داير، وعاود نشوف الستيل اللي يركب عليه. كان اللي يبغى غير يشتكي بكري ولا راه قال على غير يشتكي الدولة حطي ارواح انت يا الدور تاعك الرول تاعك اللي يساعدك. تبغي تمثل قالوا انا نبغي راه يشتكي. كان اللي يبغي غير الحب. أول سكيش انطلقت به سرق الدجاج؟ ايه هذاك هو اللي درت سرق الدجاج، وزدت معايا واحد زوج غراويل صغار. وكانت عندك ضجة في اليوتيوب في سرق الدجاج، زعما كان عندك مشاهدة كبيرة في سرق الدجاج. الحمد لله. الله يبارك. ومورا سرق الدجاج زدت انطلقت ما حبش. بالعربية واحد كاع كبير ياخذ الدجاج. مشي ضحكة. مشي شيخ. المهم حماني من بعد هاد السكيشات كاع اللي خدمتهم مؤخرا شفناك في الفيرما اللي كان عندك جمهور قوي في الفيرما، الناس تبغيك شو زهواني، تبغي الضحك، تبغي حكي لنا المعاناة اللي تعبت في الفيرما، كيفاش كان التورناج، كيفاش كان تعب، كيفاش ولا اولا عم حماري حكي لنا كيفاش كان عندك اتصال مع سليم. يا سليم لقاني به نحيو مناسبة ابراهيم ولد عم الواغش صديقي ولد حومتي الله يبارك. حماري من بعد الفيرما كان عندك عمل اخر؟ كان عندي وان شاء الله راني نوجد ان شاء الله. شفناك في الرمله والبحر عمان. واه كيف حكي لي على الرمله والبحر؟ الرمله والبحر راك شايف جات وانا جينا خدمه ما رطيهاش كما نقولوا ماشي ما قال ما نعرف لهاش. المهم بريزونتي المهم اسمح حماني دروك المشوار الفني تاعك حب الهوايه. هوايه واه هوايه. حماني نعاودوا نرجعوا للغناء. انت كنت تغني في الاعراس في الحفلات؟ واه يا ميمونه دياف ربي ويا ميمونه دياف ربي ويا ميمونه دياف ربي وراهم قبلوا الوالدين وراهم قبلوا الوالدين خلوني اللي نبكي وراي ديالي وياك ما احنا فيكم فيا وشيكي علاش ماني ماني مانا ماني ماني مانا دي ماري هي ياك دي ماري هي الغدوك دي ماري وهي ياك دي ماري وهي الروح وموك. راكم تشوفوا الاخ حماني دي ماري هلا لا نزيدوا دي مارو نبحتوا داخل حماني شكاية حبسة خليني نكمل مالا شكاية وانتم ما راكم ضربين
بغيت تحكي لي على الشعر الحمار. طيب روح احكي لي على الشعر دروكا. عندي غير حبه. وحبه للشعر. دقيقه دقيقه نروح. لازم نخرج صح. واش كاين؟ شنو نديرو طيب؟ هضر معاه شوف ما عندوش واش كاين. شوف راسكم كملوا ولا حبسوا؟ واش كاين؟ شوفها شوفها شوفها. لا مانيش عارف. عاود هضر مع الشكل كاكي نيشان شوفها. هضر معاه نيشان. عندنا 11 وهضر معاه هضر معاه عاود شوف لا نيشان ولا لا حكيت تلقوني كنت غادي فيها شين تاع ميمون هذه يا فرق لا اللي التالي التالي دي ماري وهي هي دائما مع دي ماري هلا لا كوبي 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 كلمة ها حبس شنو كاين اوكسيد نوضو طيب حبس نعيط لكم تجيو الروبو صح عيط على اسكو نيشان كان كاين هذوك شكرا خليني نكمل جوج دقائق هذه خدمتي كاين كوبي هذه صحيح صحيح حبس طيب صحيح كوبي معناتها تجي نهبطو السبيطار شوف واش كاين سيك دوطو ما تنساش معاك في البلاصه روح حماني روح روح تاعك وروح صحيح حبس ولا جوجل صحيح حبس عليا سي بون دي برونشي اي طيب طيب حمار نروح باللوطو اللي تتعامل متاع اللوطو تاعك لا ما على بالي انا حمار طيب شو اللوطو تاع من راه شو شو شكل اللوطو تاع من راه بيان اللوطو تاع من اللوطو شخصيته كيما كيما راه الدور واحد يدير في الموبيس اش راه روح باللوطو تاع حمار واه طيب عيطه عيطه تقدر تكمل كمل طيب انا كمل انا كمل انا كمل انا كمل انا خدمت انا انا حاشم منكم ديروا راي واحد لا ماشي راي ماشي راي باش نسقسيك انت راحوا جاوا الضربه جات في الشيره شارع في السبيطار روحوا شوفوا الشيره شوفوا اللوطو والراي شوفوا شكرا يلا 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 الخدمه ما تكملش يلا الكوميدي تاع اخر الزمن بقيتوا تقصوا على الكاميرا كاميرا 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 المهم حماني ما جاش وراه مجمع برا وراه خايف. الفنان التركي محمد حماني المعروف بحماني اللي جانا من ولاية تلمسان ولاد الرياح. ولاد الرياح نشكرك على الاستضافة وبارك الله فيك وربي يحفظك وراه نحكم لك في الكاميرا الخفية. الله يبارك فيك. ها هي كوبي درتها بيا يا. الله يعطيكم الصحة.